رعاية سيدي حضرة صاحب السمو دليل أساسي ومهم على اهتمامه بالشباب واهتمامه بالرياضة. الدعم الكبير من سموه حفظه الله يترجم بهذه الدورة المهمة بمشاركة شبابنا. هناك الحقيقة جهود كبيرة لقنوات فضائية خليجية وعربية تشارك في نقل هذه الدورة فعالياتها مع قناة سبورت تلفزيون الكويت، واحنا نفتخر بنقلنا لفعاليات هذه الدورة لما لها من جمهور ولما لها معاني مهمة وأنشطة متعددة ومشاركة لاعبين عالميين وفرق مميزة تضيف لرياضة كرة القدم للصالات. لله الحمد هذه السنة سيشارك ويانا أكثر من 24 جنسية مختلفة، راح يصير هناك فرق خليجية مختلفة، قنوات ناقلة جديدة، حدث معين، كل الفعاليات هذه والأحداث اللي تصبح ميزتها وأحلى ما فيها هو جمهور الكويتي.